بعد ما شفنا حمو في معاه. حبيبي شو اسمك؟ حمو. 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 مش فاهمة. حمو. عمو. 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 عمو حمو. عمو حمو. هي عيلة حمو هتيجي كلها النهاردة ولا إيه؟ أنت زي عيلة إبو كده؟ طيب شو الموهبة اللي هتقدمها؟ مفيس. ده برنامج مواهب. أنا مفيس، أنا جاي أتفرج. أتفرج على مين؟ على حمو، ابن أخويا. فين حمو؟ حمو مشي هنا. أنا طب شكرا، السلام عليكم. مع السلامة. ألف شكر يا حمو. يعني ده موهبته إنه بيتفرج على ابن أخوه. أيوه. اتفضل حضرتك. الله. تفضل. هتقول ايه يا حماد؟ انا ادو. انت مين؟ انا ادو. ادو. هدو. ادو. اتو. ادو. جدو. انت جد حمو؟ انت جد حمو؟ اه جد حمو؟ طب شو موهبتك يا عم جد؟ انت انا بلطجي على الناس. بلطجي؟ بلطجي على اي حد. انت بلطجي؟ اه انتوا العيال ليه؟ موهبة جميلة. ده انتوا العيال ليه؟ العيال نجحت. سقطتوا العيال ليه؟ بيقول العيال ليه؟ احنا نجحناهم. إليسا، إليسا مضايقاك؟ اهدى على الحريق. أنا ويا بوش عادة إيه؟ اهدى. ما بياكلش. جدو. ما بياكلش. جدو. اهدى لقلعلك ملط. ده مش صرخة أنا. ده مش صرخة. اهدى يا جدو، اهدى يا جدو. أنت راجل يالا. أنتوا هتضربوا بعض هنا في البرنامج ولا إيه؟ يا عم أنا أرجل من كتيبة شبهك. والله؟ آه. تعالى يا جدو، تعالى. ما تخافش يالا. تمام. تعالى يا جدو افتوه. اهم حاجه انك انت جيت معانا النهارده ونطرت على الشريط. شكرا. الحمد لله. شاكرين قوي حبيبي يا جدو. بعد ما شفنا جد حمو وعم حمو وحمو نفسه، طبعا اكيد يعني هنشوف موهبه تانيه هيقدم نفسه في الغنى. محمد اتفضل.